خلال القمة العالمية للحكومات، الرئيس السيسي يؤكد أن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل ويثمن دعم الأشقاء لمصر. على هامش قمة دبي، الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويشيد بالتعاون المشترك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات بالمحلة الكبرى ويؤكد أن الدولة ستعمل على سداد مديونيات وتطوير شركات الغزل والنسيج. 6 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. مشاركة مصر رفيعة المستوى في القمة العالمية للحكومات والتي تستضيفها إمارة دبي مشاركة متميزة. كون مصر هي ضيف شرف هذه النسخة ما يعكس المكانة الرفيعة للعلاقات المصرية الإماراتية. القمة العالمية للحكومات بدبي تعقد هذا العام تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار حول العالم. All of us have never dealt with so many shocks at the same time in this time horizon. We're talking about resilience of society. It's women that are going to be the critical determining factor of success. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت تحديات صعبة عقب 2011، إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاح. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية، واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد. التحدي الأولاني كان حالة التشرذم واليأس اللي كانت موجودة عند المصريين. طيب الحالة ديت كان حلها ايه؟ طب كان في معاها تحديات اخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه؟ اه طبعا، كان في عندي تحدي الطاقه. تحدي الطاقه يعني ايه؟ يعني كان عندي مشكله كهرباء، وعندي مشكله غاز، وعندي مشكله بوتاجاز. طيب ده معناه ايه؟ معناه لما اجي اقول لك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش في مشكله كهرباء؟ لما حد من دلوقتي يعني المتابعين للشأن في العام في مصر يقول لك ايه؟ انتوا صرفتوا فلوس كتير قوي في البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه. طب هو انا كان عندي فرصه، والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014. قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التجربة المصرية لها خصوصيتها. ولفت الرئيس السيسي إلى أن الفوضى التي أعقبت عام 2011 كلفت الدولة 450 مليار دولار. والحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا، ما كانش مطلوب أنها تتكرر تاني. الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار. حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة ظروفها الاقتصادية مش قوية. إذا أنت كمسؤول حريص على أنك أنت بقدر الإمكان تحل مسائل ما تأديش للبلد دي أنها تتهز مرة تانية. على نفس النسق ده قطاع زي قطاع النقل في مصر. القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه. 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها. ده معناه إيه؟ معناه ان كان في قطاع و
والقطاع ده مؤهل انه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم مستثمرين يجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا استثمارات في مصر. ونوه الرئيس السيسي إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر شاركت فيها شركات مصرية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تلك المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل مصري. فتعاملت مشاريع في مصر بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل 5 مليون ب5000 شركة في كل القطاعات في كل شيء. منها تنقل الدولة المصرية من حالة كانت موجودة فيها حالة صعبة قوي إلى دولة. وقال الرئيس السيسي إن مصر كادت أن تضيع قبل سنوات مثل دول أخرى، ولم ينجو أي أحد من المستهدفين في المنطقة إلا مصر. وشدد الرئيس السيسي على أن أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية تمثلت في دعم الأشقاء. كانت بتقف الناس طوابير على محطات الوقود، مفيش البوتاجاز، مفيش سولار وبنزين، مفيش. ايوه انا، طب انت ما تتكسفش انك تقول كده. ليه متكسف؟ ليه؟ احنا بنتعلم نخلي بالنا من بلادنا، نخلي ايه بالنا من بلدنا، من بلادنا. والكلام ده كنت بقوله كتير في الاول لو تفتكروا، اقول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من الامان والسلام والاستقرار اللي موجود ده، تمسكوا فيه كده إيه على كل حال. فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دولة الإمارات وعارف إيه المطلوب. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له، أنا بحلف، والله ما قلت له. بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فيها البوتاجاز وفيها الغاز وفيها السولار وفيها البنزين. كما أكد الرئيس السيسي أنه كان على ثقة ورهان كبير على الشعب المصري في تحمل الظروف الراهنة وسط الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان واثقا أن الشعب سيكون على قدر المسؤولية والحمل الكبير، وربح الرهان. إن حتى في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، في تضخم ضخم جدا في مصر وفي العالم كله، كأزمة اقتصادية بتمر بالعالم كله، لكن المصريين تحملوا ويتحملوا الظروف ديت، وده أمر أيضا النقطة المضيئة الثانية. ثم بقى جهدهم في العمل اللي تم خلال ال 11 سنة دول أو العشر سنين دول، وإن شاء الله الفترة القادمة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تواجه تحدي التواجد على مساحة 5% من مساحة مصر منذ سنوات. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إنشاء 24 مدينة ذكية ساهم في القضاء على العشوائيات. التواجد المكثف في شريحة أرض 5% من مصر. مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، 5% يعني 50,000 كيلو. بقالهم كده قد إيه؟ بقالنا كده 100 العمر كله. خلاص زقت علينا. وحتى بيئيا بقت مؤذيه. اللي حصل ان احنا قلنا ايه؟ مش العاصمه، احنا بنتكلم في 24 مدينه ذكيه. كم؟ 24 مدينه ذكيه. طبعا ليه؟ لان النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده، بقى فيه اكتر من 40-50% من الكتله السكانيه في مصر عشوائيات. خلاص بقى ما فيش تنميه عمرانيه خالص، بقى الناس عايزه تعيش وبس. فكان لابد ان احنا نخرج بره الشريحه ديت ونصل ل 10-12% من مساحه مصر. اذا انت بتتكلم بقالك عشرات ويمكن اكتر من 200 سنه عايش على 4-5%، وعايز في خلال 10 سنين تبقى على 10-12%. ايوه، والعاصمه جزء منها. We'll be right back.
وعلى هامش أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي، شارك الرئيس السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية وفي جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري. كما عقد سلسلة لقاءات مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ومديرة صندوق النقد الدولي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور مسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر تجربة الصندوق السيادي المصري. تتسم العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، وتتميز العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم. المزيد في العرض التالي مع الزميلة ليلى عمر. أهلا بكم. مصر والإمارات علاقة تاريخية ونموذجية في كافة المسارات، تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971، والذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد. واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ. تمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين الدولتين، وذلك تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. أما على الصعيد الاقتصادي، فتمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5%، مسجلة 576.7 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار. أما على صعيد الاستثمارات،
فتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية بمصر نحو 1250 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية، إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. إذن هي علاقات راسخة وقوية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتعكس تكامل المواقف وانسجام التحركات ووحدة المصير والهدف تحقيقا لمصالح شعبي مصر والإمارات. All of us have never dealt with so many shocks at the same time in this time horizon. We're talking about resilience of society. It's women that are going to be the critical determining factor of success. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تسليم الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية. وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الذهبية للفائز عن تطبيق بلوك بيل بمعهد التكنولوجيا في إندور بالهند، كما سلم الجائزة الفضية للفائز من أوزبكستان بجامعة إينا في تشقند. وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا الجائزة البرونزية للفائز عن تطبيق فارم. هذا وتتواصل القمة العالمية للحكومات بدبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية. يتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة. كما يبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة لمدينة المحلة الكبرى لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة. وخلال الجولة أكد مدبولي أن المحلة الكبرى تعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، مضيفا أن الدولة لديها استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة الغربية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حين تختار قطاعا للعمل على تطويره يتم اختياره بناء على رؤية اقتصادية، وذلك لتحديد القطاعات القابلة للتطوير والقطاعات الغير قابلة للتطوير. فالنهاردة كان اختيارنا لما بنيجي نختار قطاع عشان نطوره، بنختار القطاعات اللي هي تخدم على الاقتصاد المصري وتساعد كمان القطاع الخاص بعد كده ان هو يكمل. القطاع الخاص موجود فين؟ موجود في صناعة الملابس والوبرات اللي هو الجزء الاخير من البروسيس، ويمكن بعضهم ممكن يبقى موجود في النسيج، ولكن الاساس هو عايز المنتج اللي يدخله عنده في الملابس والانتاج اللي كله. فالنهاردة لما بنختار قطاع عشان نعمل له تطوير بنختاره بناء على رؤية موجودة للاقتصاد، فبنقول ده اللي ينفع مع التطوير وده اللي ما ينفعش فيه تطوير، والأفضل إحنا كدولة نوقف نزيف الخسائر. كما أعلن مدبولي أن تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم مخصص للإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة في مختلف الأفرع للشركة على مستوى الجمهورية. إحنا كدولة النهاردة عشان نقدر ان احنا ندخل ونعمل حركة او تطوير حقيقي في هذه الصناعة اللي هي صناعة مهمة جدا واساسية، الدولة المصرية كانت بتستعرض قدامها لان هذا النموذج موجود على مستوى كل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للدولة. فعشان نختار النهاردة ايه اللي يتطور وايه اللي ما ينفعش يتطور، ده بيبقى طبقا لرؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه في هذه القطاعات. بمعنى عشان أوضح بصورة واضحة، المشروع اللي احنا فيه النهاردة عشان يتطور حضراتكم شفتوا الأرقام 30 مليار جنيه فقط لهذه الشركة القابضة، عبارة عن 8.5 مليار إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، ده مختلف الأفرع بتاع الشركة القابضة مش المحلة بس اللي موجودين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إن احنا نجيب مكان جديد ب 650 مليون يورو، اجمليهم مع بعض نحسبهم 30 مليار جنيه. وقال مدبولي إنه فيما يتعلق بقطاع مثل الغزل والنسيج فقد قررت الدولة التدخل وبقوة لسداد مديونيات وتطوير شركة الغزل والنسيج بقيمة 51 مليار جنيه. وعشان بس نحط الرقم أنا بقولها لحضراتكم، 30 مليار جنيه في شركة واحدة، هل القطاع الخاص يقدر إن هو يحط ال 30 مليار؟ أنا بقول لحضراتكم لا. فبالتالي هنا ده دور الدولة تدخل وتطور، ده غير إحنا المفروض هنسوي مديونيات بكام؟ 21 مليار تانيين، جمع 51 مليار جنيه عشان مشكلة إحنا كحكومة أنا أقولها إحنا مش مسؤولين عنها، لكن إحنا مسؤولين إن إحنا نحط رؤية إصلاح وإن يتعمل تغيير. أنا بقول هنا لأن كان ممكن نختار الحل الأسهل، الحل الأسهل ممكن يقول لك إيه؟ سيب ده كله كده بمشاكله وروح أعمل حاجة جديدة بره. لكن طبعًا الكلام ده ما ينفعش، لأن إحنا بنتكلم على مدينة المحلة الكبرى، أهاليها الطيبين اللي طول عمرهم شغالين في هذه الصناعة، وبالتالي كان لازم ناخد الحل الأصعب، إنك تطور القائم بمشاكله وتحدياته. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة ميدانية شملت عددا من المصانع الجديدة الجاري إقامتها والأخرى الجاري رفع كفاءتها وتطويرها والتابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال، سواء الخاصة بالمصانع الجديدة التي يتم إقامتها وما يتعلق بتجهيزها بالمعدات والماكينات الجديدة الحديثة، أو تلك المصانع الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، لافتا كذلك إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمسارات الداخلية، وذلك بما يسهم في سهولة ويسر حركة التنقلات داخل الشركة التي تشهد العديد من أعمال التطوير.
تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى، وذلك أثناء زيارته للمدينة. وخلال جولته في عدد من مباني المنطقة الصناعية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حازم عنان، والذي أوضح أن المنطقة الصناعية تضم مجمعا صناعيا كبيرا يأتي تنفيذه في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية بالدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع بمساحات مختلفة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عرضا تقديميا حول المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في محافظة الغربية. وأشار محافظ الغربية خلال العرض إلى محاور أعمال التطوير بالمحافظة التي تتمثل في بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. ضحايا الزلزال المدمر يتجاوز عتبة 35,000 حالة وفاة، ومطالب أممية بالتركيز على توفير المساعدات للمنكوبين. أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وحدات استيطانية جديدة. وأكدت مصر أن القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتبرته عملا استفزازيا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة. كما حذرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن في الأراضي المحتلة بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وستكون له الكثير من التداعيات الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. الحمد لله على السلامة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير الجاري إلى 35,224 شخصا بحسب آخر تعداد رسمي. وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة أودى بحياة 31,643 شخص في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات ما يقرب من 3,581 وفاة ناجمة عن الزلزال في سوريا. أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات الإنقاذ في سوريا اقتربت من نهايتها، وأن الأولوية حاليا لتوفير المساعدات. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 4,300 شخص لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 7,600 آخرين في شمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال المدمر وتبعاته. Behind us is just one small.
أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم نداء إنسانيا لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل أسبوع. وشدد أدهانوم على ضرورة مضاعفة جهود الاستجابة للوصول إلى مزيد من السكان المتضررين في جميع المناطق. وجدد الدكتور أدهانوم التزام منظمة الصحة العالمية بدعم الشعب السوري للاستجابة لهذه الكارثة ولبناء نظام أقوى لجميع السوريين. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق إنقاذ من روسيا وقرغيزستان وبيلاروسيا أنقذت رجلا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا. وذكرت الوزارة أن أعمال الإنقاذ لإخراج الرجل من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من 4 ساعات. مشاهد مؤسفة وواقع مرير خلفه الزلزال في تركيا وسوريا، ولكن من بين الدمار ينبعث أمل جديد. الأمل تمثل في العثور على ناجين بعد ساعات طويلة من البحث والمحاولات، حيث تم إنقاذ رجل حي من تحت أنقاض مبنى منهار بعد نحو 160 ساعة من الزلزال في تركيا. وزارة الطوارئ الروسية ذكرت أن فرق إنقاذ من روسيا وكرغستان وبيلاروسيا انتشلت الرجل من تحت الأنقاض في عملية استغرقت أكثر من 4 ساعات. وكان الرئيس السلفادوري قد أعلن في وقت سابق أن فريق إغاثة من بلاده قد انتشل امرأة وطفلا على قيد الحياة من تحت الأنقاض في جنوب تركيا. ومع تراجع فرص العثور على المزيد من الناجين، ارتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال وتوابعه في تركيا وسوريا إلى أكثر من 33,000 في حصيلة قابلة للزيادة. هي إذن محاولات مستمرة وجهود حثيثة تبذلها كل الأطراف لمحاولة العثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا استعدادا لإعادة الإعمار من جديد. قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويرجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغة قوتهما 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد تسببتا في دمار مباني سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي وفقا لما أعلنه الاتحاد. وقال الاتحاد أيضا إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا ما يقرب من 2.9 مليار دولار إذا طال الزلزالان 10 مقاطعات وأثرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي البلاد. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إنه سيتم فرض سلسلة من الإجراءات ضد روسيا في ذكرى بدء العمليات الشاملة ضد بلاده. وقال كوليبا إن بلاده ستقيم أحداثا مختلفة في الأمم المتحدة وفي كييف وفي العديد من عواصم العالم الأخرى لإرسال إشارة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن أوكرانيا ستكسب الحرب وذلك على حد وصفه. Що у першій хвилі внесків збройні сили України отримують від 120. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال 4 أيام من التقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة في أوكرانيا. وتحذر كييف منذ عدة أيام من هجوم ضخم يعد له الجيش الروسي الذي شدد الضغط العسكري على خط الجبهة في الشرق. يبدو أن التقدم على خط الجبهة الأوكرانية بات يحسب بالأمتار في دليل على الصعوبات التي يواجهها الجانبان الروسي والأوكراني على حد سواء في ظل عدم تمكن كليهما من تحقيق نصر حاسم. فقد أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أكد تمكن قواتها خلال 4 أيام الماضية من التقدم مسافة كيلومترين إلى الغرب على طول خط المواجهة، لافتا إلى أن الجنود الروس كسروا مقاومة الأوكرانيين وتقدموا في عمق دفاع
ارتفاعه المتدرج المستوى. إلى ذلك أعلنت قوات روسية السيطرة على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمال بخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها منذ أشهر. ومنذ أكثر من 6 أشهر يحاول الجيش الروسي السيطرة على بخموت، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها. وتحاول القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تطويق بخموت، ونجحت في قطع العديد من الطرق المؤيدة إلى المدينة الحيوية لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات. وتحذر كييف منذ عدة أيام من هجوم ضخم يعد له الجيش الروسي الذي شدد الضغط العسكري على خط الجبهة في الشرق، حيث تتقدم قواته بشكل بطيء. وتأتي عمليات القصف الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد قيام الرئيس فولودمير زيلينسكي بجولة أوروبية زار خلالها لندن وباريس وبروكسل لحث حلفائه الأوروبيين على إمداده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أن مجلس العموم البريطاني يعد تشريعاً بهدف مصادرة الأصول المالية الروسية المجمدة. كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تدرس مع شركائها الدوليين العملية القانونية التي ستسمح باستخدام هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. كما أكدت المفوضيات الأوروبية مجدداً أنها تبحث مسألة احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفة في الوقت نفسه أن أساساً تشريعياً لمثل هذه الإجراءات ليس موجوداً في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو للعام 2023 من 0.3 إلى 0.9% على خلفية انخفاض أسعار الغاز. وأشارت الكتلة الأوروبية إلى أن منطقة اليورو ستتجنب الركود بفارق ضئيل هذا الشتاء. وخفضت بروكسل توقعات التضخم الإجمالية للعام المقبل إلى 5.6%، لكنها حذرت من أن الرياح المعاكسة الاقتصادية لا تزال قوية. نظم مئات الآلاف من العاملين في مجال الصحة احتجاجا حاشدا في مدريد، احتجاجا على تخفيضات انفاق الحكومة الإسبانية في مجال الرعاية الصحية. من جانبه قال اتحاد العمال الطبيين في مدريد إن نظام الرعاية الصحية العامة أصبح في حالة فوضى دائما في ظل عدم نجاح الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوضع المتراجع. هذا وارتفع معدل التضخم في إسبانيا إلى 5.8% في يناير 2023 وفقا للإحصاءات الأولية للمكتب الوطني الإسباني للإحصاء. Siempre soy lo mejor que tiene que la tengo que decir.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تعرض مصر لموجة تسونامي وزلزال مدمر خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة. وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر سواء لزلزال مدمر أو لموجات تسونامي خطيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلزال في المحيطات والبحار. استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ممثل اليونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز. تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة لوضع خطة عمل يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد كرم جبر أن الشراكة بين المجلس واليونيسيف قطعت شوطا كبيرا، خاصة بعد إصدارهما مدونة سلوك الطفل والإعلام والتي تم تطبيقها على أرض الواقع بشكل كبير في جميع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بمتابعة تنفيذ بنود المدونة من خلال وسائل الإعلام المختلفة. انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعود معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة تحت شعار القاهرة تبتكر، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات، وتحل البرتغال ضيف شرف لهذه النسخة، وذلك خلال يومي 13 و14 من فبراير الجاري. جايين هنا بنعرض مركبات بننتجها من حاجة اسمها الطحالب، ده مشروع بتموله الأكاديمية وبيموله الاتحاد الأوروبي، وبننتج منه حاجتين، بننتج الوقود الحيوي اللي بيستخدم في المركبات وفي السيارات عشان نقلل الانبعاثات الحرارية، وبننتج أيضا بعض المركبات الطبية اللي تستخدم في علاج بعض الأمراض. احنا بنشارك الحمد لله السنة دي في 10 مشروعات على مستوى الجمهورية، احنا 52 فرع على مستوى الجمهورية، اتقدموا عدد من الطلاب عندنا من كل الفروع، وتم اختيار أفضل 10 اختراعات اتقدمت للأكاديمية. احنا ده المرة الرابعة اللي بنشارك مع الأكاديمية، وشرفنا قبل كده بالاشتراك معاهم وتم فوز عدد كبير جدا من طلابنا. احنا المشروع بتاعنا عبارة عن هو اير دروب موجه بدقة باستخدام تكنولوجيا عسكرية. احنا استخدمنا الاير دروب بحيث ان احنا ننقل الشحنات عن طريق الإسقاط الجوي، استخدمنا تكنولوجيا عسكرية زي الجي بي اس والاي ان اس، واللي استخدمناها من قنابل الجي دام اللي بتستخدم في التوجيه الدقيق والقصف الدقيق. النهاردة المعرض بعرض البروجكت بتاعي، هو مشروع عن مستحضرات التجميل. احنا بنستبدل يعني مستحضرات التجميل الموجودة في السوق، احنا بنعملها بس بطريقة طبيعية، بنستخدم مواد طبيعية موجودة بوفرة في مصر، وده بيخلينا نتجنب اي مواد موجودة في المستحضرات المستخدمة اللي هي اصلا ممكن تسبب سرطان الثدي ومشاكل تانية كتير. نتحول معكم الآن إلى الأخبار الاقتصادية. الجولة في الأخبار الاقتصادية وفاطمة خليل، لك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا نوى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة استمرار الجهود المبذولة من الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. أضاف هيبة أن الهيئة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتحفيز عمل الشركات الناشئة العاملة في قطاع تجارة السلع والمواد الغذائية.
أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر كانت لديها رؤية استباقية قبل سنوات بالمبادرة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الأولى في افتتاح الجلسات الاستراتيجية بمؤتمر إيجيبس 2023. وأكد الملا أهمية جهود المنتدى في توفير المعاونة لسرعة استغلال وتنمية فرص واكتشافات الغاز في دول الشرق المتوسط. أشاد وزير البترول طارق الملا بالتعاون والتفاهم المستمر مع المفوضية الأوروبية والذي كان من ثمارها مذكرة التفاهم التي انتهت العام الماضي وحققت نتائج متميزة في مجالات التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي ونقل التكنولوجيات. جاء ذلك خلال لقاء مع كادري سامسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. واستعرض الاجتماع خطط توسع قطاع البترول في البحث والاستكشافات وتنمية موارده من الغاز الطبيعي والتوسع في توصيله للمنازل ومشروعات التقاط الكربون وخفض الميثان. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع كل من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي ووزير الطاقة الإسرائيلي لمراجعة تقدم العمل بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل الغاز إلى أوروبا. شهد الاجتماع استعراض مجموعات العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم تمهيدا للعرض على الوزراء المعنيين. من جانبها أعربت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سامسون على اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر كشريك موثوق في مجال الطاقة من خلال تعاون طويل المدى. شهد وزير البترول طارق الملا خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 توقيع عدد من مذكرات التفاهم، كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من كبريات الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا من بينها جيفرون العالمية وشركة IBM، وكذلك الشراكة مع منتدى الطاقة الدولي ومرصد الطاقة للمتوسط. وللمزيد حول أهم ما جاء في الدورة السادسة من إيجيبس 2023 وما تم عرضه من حلول واستراتيجيات في مجال الطاقة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل أحمد الحسيني. نحييكم من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث تقام فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. هذا المعرض والمؤتمر الذي يقام في نسخته السادسة هذا العام تحت شعار شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة. يشارك فيه العديد والكثير من الرؤساء التنفيذيين، بل جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى نخبة من مسؤولي ووزراء الطاقة على مستوى العالم أيضا، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن منظمات دولية وأممية. هذا المؤتمر والمعرض الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بافتتاحه يوم أمس، وبدأت الفعاليات اليوم على مدار اليوم تناقش العديد من القضايا الجديد في مجال الطاقة وكل ما يخص عالم الطاقة سواء من البترول أو الغاز. هناك نحو 65 حلقة نقاشية في هذا المعرض والمؤتمر، بالإضافة إلى 2000 مفاوض و260 متحدث يشاركون في جلسات وفعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي على جدول أعماله الكثير من الفعاليات، منها مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة وغيرها من الموضوعات الأكثر أهمية في ظل أزمة عالمية على الطاقة خاصة في أوروبا. إلى جانب هذا يقام أيضا معرض تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعربية والدولية، وتعرض هذه الشركات لكل ما هو جديد في مجال الطاقة. تحدثت
مع عدد من هذه الشركات سواء المحلية أو العربية أو الدولية، والذين أعربوا عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بهذا التنظيم، تنظيم معرض مصر إيجيبس 2023، ويستمر هذا المعرض على مدار 3 أيام. نتابعه معكم لحظة بلحظة وننقل لكم كل ما هو جديد فيه وكل ما هو جديد أيضا في مجال الطاقة وعالم البترول. إليكم زملائي في الاستوديو. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج والتركيز بدلا من ذلك على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 71% لتصل إلى 85 دولار و78 سنت للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 69% ليسجل نحو 79 دولار و19 سنت للبرميل. في المقابل، صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 25% لتصل إلى $2.87 للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.82% لتسجل نحو $2.44 لكل مليون وحدة حرارية بريد. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في ختام التعاملات. صعد المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 1%، مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والمستهلكين والعقارات. ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 2%، كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1%، مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والطاقة. كذلك ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 3%، والمؤشر البحريني بنسبة 1%، بينما انخفض المؤشر العماني بنسبة 2%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بالعناوين. خلال القمة العالمية للحكومات، الرئيس السيسي يؤكد أن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل ويثمن دعم الأشقاء لمصر. على هامش قمة دبي، الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويشيد بالتعاون المشترك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات بالمحلة الكبرى ويؤكد أن الدولة ستعمل على سداد مديونيات وتطوير شركات الغزل والنسيج. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.